من حدود قطاع غزة. ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. أهلا ومرحبا بك معنا من جديد زياد. حل المساء وفي المعتاد عندما يحل المساء تزداد العمليات والغارات الجوية الإسرائيلية. ما هي الأوضاع الآن؟ طبعا هذه الغارات مستمرة على أهداف في قطاع غزة، لأن هناك اشتباكات أيضا في أكثر من موقع في المنطقة الشمالية الغربية من قطاع غزة، وأيضا في جنوب مدينة غزة هناك اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين من حماس والفصائل، اشتباكات شديدة. بالإضافة إلى ذلك القصف على المناطق الجنوبية ومستوطنات قطاع غزة يتواتر بفارق ساعتين في كل مرة تقريبا، هذا شاهدناه منذ ساعات الصباح وحتى الآن. المتوقع أن أيضا ربما رشقات صاروخية تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل مساء هذا اليوم، كما رأينا الليلة الماضية ثلاث مرات على التوالي قصفت تل أبيب ووسط إسرائيل. حاليا القوات الإسرائيلية أو إسرائيل تقول بأن العملية البرية تستمر وأنه لا وقف لإطلاق النار حاليا بحسب المسؤولين الإسرائيليين إلا في حال إطلاق. وأنت تتحدث زياد يعني على الشاشة أيضا تظهر الآن صور لانفجارات ربما في داخل مدينة غزة، شهدنا ربما ضربات متتالية، وكون المساء قد حل صحيح. لا نستطيع رؤية إلا النار، لا نستطيع رؤية أعمدة الدخان، ولكن يبدو بأنها متواترة وسريعة في فواصل زمنية تكاد تكون ربما ثوان فقط بين الضربة والأخرى. صحيح، هذه أحزمة نارية، هذا يحدث في بعض الأحيان. تكثف إسرائيل بشكل حوالي ساعة من القصف المتواتر، في هذا القصف تكون أحزمة نارية كما يسميها الفلسطينيون، بمعنى غارات متتابعة على مربع أو منطقة معينة بدون توقف، قنابل أيضا خارقة للتحصينات، لأن الارتجاجات والأصوات توحي بأن هذا ما قد يكون يستخدم حاليا. هذا قد يكون مرتبطا أيضا كما قلنا بمحاولة التقدم البرية، إن كان على منطقة على طريق الساحل لإحاطة قطاع غزة من إحاطة عفوا مدينة غزة بتلك المنطقة، أو في باقي المحاور الشمالية الثلاثة بيت لهيا بيت حانون وجباليا وجنوب مدينة غزة أيضا حيث اشتباكات كبيرة جدا، وبالتالي قد تكون هذه الاستهدافات أو هذه الغارات بهدف توسيع رقعة العمليات البرية في الساعات المقبلة ربما. زياد، عادة عندما يكون هذا النوع من التكثيف في الغارات الليلية يتبعها في النهار عمليات البرية عادة، لأن ربما الرؤية تكون صعبة أو أن الموضوع يكون مدعم بقنابل ضوئية إذا ما كانوا يريدون التوغل ليلا. لا، هم يتوغلون ليلا حقيقة، بأن القوات الإسرائيلية تحاول ألا تبقى في مكان واحد ساعات طويلة، هم يتحركون ليلا ونهارا، لديهم تجهيزات للرؤية الليلية، الدبابات كلها مزودة بإمكانات الرؤية الليلية ورؤية حرارية أيضا، يمكن لها أن ترصد كل ما يحيط بها في كثير من الأحيان. أقول إن الدبابات تتحرك بشكل كبير نسبيا لأنها عمليا في المرات التي تمكث فيها ساعات طويلة في مكان واحد تصبح عرضة لصواريخ مضادة للدروع ولقذائف هاون، هذا يحدث في كل المحاور التي تتواجد فيها دبابات إسرائيلية. اليوم كما قلنا كان هناك قتلى وأصيب أيضا 6 جنود من بينهم 3 في حال خطر، في إطار هذا الذي نتحدث عنه استهداف دبابات متوقفة في محاور معينة. يبدو بأن فعليا هناك نوع من التكثيف، ويبدو جليا من يعني تتابع هذه الضربات. من المفترض زياد وفقا للمعلومات بأن شمال غرب غزة أو حيث هو مخيم الشاطئ ربما إذا كنت مصيبة هو أخلي من السكان، لا يوجد هناك من يعيش في هذه المباني. ليس بالضرورة، لا، لم يخلى بالكامل، هناك كان نزوح
ولكن ما يزال في كل منطقة ما يزال هناك بعض الناس يتواجدون. أنا لا أعرف التفاصيل بشكل دقيق إن كان نزح الناس عن مخيم الشاطئ بالكامل أم لم يفعلوا، ولكن في العادة في محيط مدينة غزة لا يوجد نزوح كما كانت الحال في المنطقة الشمالية مثلا، وبالتالي هناك ضغط إسرائيلي عسكري لإحداث هذا الأمر بهدف تدمير كل تلك المناطق. حقيقة التدمير هو جزء من هذه الحرب في بالنسبة لإسرائيل للقوات البرية وأيضا لإحداث دمار هائل، تحدثوا عن هذا الموضوع قبل أن تبدأ الحرب. زياد، كان هناك بعض الأنباء التي وردت إلى الحدث عبر مصادرها الخاصة تقول بأن هناك حديث عن هدنة إنسانية لثلاثة أيام مقابل إطلاق سراح بعض المحتجزين لدى حماس. هل من معلومات متوفرة لديك في ظل ما نسمعه من تصريحات من الجانب الإسرائيلي؟ ويليام بيرنز رئيس السي اي اي الذي كان متواجدا هنا عمليا هو من قال للإسرائيليين بأن هناك فرصة جيدة لتحرير أو إطلاق سراح 15 إلى 20 رهينة ممن يحملون الجنسية الأجنبية أمريكية، بالطبع هو مهتم في هذا الموضوع، وأن ذلك يتطلب كي يتم يجب أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار لثلاثة أيام أو شيء من هذا القبيل. إسرائيل ستتجاوب مع أمر كهذا وإن كانت لا تريد ثلاثة أيام كما تريد الولايات المتحدة، لأنها تدعي على الأقل بأن ثلاثة أيام هي زمن ثمين جدا قد يعطى للفصائل الفلسطينية لكتائب القسام والفصائل الأخرى لالتقاط أنفاسها في القتال ولتحسين مواقعها أيضا، وبالتالي هذه المعضلة بالنسبة لإسرائيل. لكن التقديرات بأنه عندما تطلب واشنطن بإلحاح كبير قد تستجيب تل أبيب. نعم، إذن كما كنا نتابع زياد هذه الضربات المكثفة والمستمرة على بعض ربما المناطق المتقاربة في مدينة غزة. بالطبع سنعود إليك زياد في حال ورود أي جديد. شكرا لك مدير مكتب الحدث في فلسطين، كنت معنا من حدود قطاع غزة زياد حلبي، شكرا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.